انطلقت اليوم بقصر الأمم المتحدة بجنيف أعمال الدورة الخامسة بعد المئة لمنظمة العمل الدولية بمشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال، ويركز المؤتمر في جدول أعماله على مبادرة القضاء على الفقر والعمل اللائق والقدرة على مواجهة الكوارث ومناقشة إعلام منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة. 6,000 participants at this conference, representatives of governments, of employers and of workers, as well as of the international organizations and of civil society, who will accompany us in our work. يزعى وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية من خلال مؤتمر العمل الدولي بجنيف لطرح مبادرة المملكة 20/30 التي تهدف لمعالجة الكثير من القضايا، ويعتبر مؤتمر العمل الدولي فرصة لوفد المملكة ليؤكد للعالم طموح هذه الرؤية وسعيها لتقليل معدلات البطالة وتحقيق معدل أعلى لشبكة الحماية الاجتماعية. تأتي هذه المشاركة في هذا المحفل الدولي الذي يشارك فيه أكثر من 184 دولة لتكون فرصة للمملكة العربية السعودية ولوفد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليقدم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في معالجة كثير من القضايا، وبشكل خاص ما يتعلق بمجال العمل والتنمية الاجتماعية. يعني أعتقد الفرصة كبيرة جدا لوفد المملكة العربية السعودية ليؤكد للعالم طموح هذه الرؤية وسعيها إلى تقليل معدلات البطالة كما أكدت الرؤية، وإلى أيضا زيادة مشاركة المرأة وتنويع الاقتصاد وخلق اقتصاد متنوع واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، وأيضا تحقيق معدل أعلى لشبكة الحماية الاجتماعية لكامل الفئات المستفيدة من خدمات التنمية الاجتماعية. اللقاء خادم الحرمين الشريفين بالعمال ممثلين في عناصر الإنتاج الثلاثة يؤكد اهتمام المملكة بحقوق العمل والعمال وسعيها الجاد للالتزام بالمعايير والمقاييس الدولية لشروط العمل التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية. هذا ما أكده وزير العمل والتنمية الاجتماعية للمجتمع الدولي خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولي بجنيف. الحقيقة سيدي خادم الحرمين الشريفين في لقائه بعمال المملكة العربية السعودية بكافة فئاتهم ذكورا وإناثا وشركات كبرى ورواد أعمال وشركات صغيرة ومن كافة مناطق المملكة، أكد اهتمام المملكة العربية السعودية بعناصر الانتاج الثلاث وأيضا الثلاثية، تأكيد مبدأ الثلاثية والحوار الاجتماعي بين مكونات السوق بشكل عام، العمال والحكومة وأصحاب الأعمال. والحقيقة احنا استثمرنا هذه الزيارة وأعددنا أيضا تقرير عن هذه الزيارة، وقمنا بتوزيعها على في مجال يعني واسع هنا في المشاركة لإبراز هذا الدعم وهذا الاحتضان من القيادة الرشيدة لفئات العمال في المملكة العربية السعودية. دائما المنظمات الدولية تتهم كثير من الدول وبشكل خاص الدول الخليجية بأنها يعني لا تعطي اهتمام أكبر مجال العمال. مثل هذا اللقاء ومثل هذا الدعم الاستثنائي ومثل هذا الحوار الذي تم بين سيدي خادم الحرمين الشريفين والعمال كان يعني إشارة قوية ودليل قاطع على أن المملكة العربية السعودية تؤكد على الثلاثية وتحتضن العمال وتقدم كل الدعم والمساندة. خلال هذا المحفل الدولي تزع المملكة العربية السعودية لطرح رؤيتها 2030. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، منظمة العمل الدولية، جنيف.